أستاذة ندى؟ أستاذة ندى اتفضلي. ازي حضرتك يا فندم؟ نعمة وفضل الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت بس كنت عايز اسأل يعني كذا سؤال بس بسرعة. اتفضلي. أنا أما بقرأ في المصحف لو قريت بصوت منخفض بتلخبط، فبعلي صوتي شوية، فمش عارفة ده حلال ولا حرام. وأنا بصلي برضه ممكن أتلخبط يعني لو صليت بصوت منخفض، فبعلي صوتي مش أي سيكة يعني. هجاوب حضرتك، بس هجاوب حضرتك واقول لك نصيحه. اول حاجه لا يجوز ده، وبالعكس ده انت ممكن تكون ثوابك افضل، لان انت بتجعلي القران يمر على اكثر من حاسه من حواس، بيمر على لسانك وبيمر على عينيك وبيمر على اودانك، وكمان ده كله يكتب في ثوابك ان شاء الله، وربنا يعظم لك الثواب. فمساله ان انت ترفعي صوتك بتلاوه القران ما فيهاش اي شيء، ولا فيها نوع من انواع الرياء ولا اي حاجه. ولكن انت بقى بتسالي ان انت في بعض الاحيان برضو في الصلاه، وقد تكوني بتقصدي الصلاه السريه، ان انت لو عملتي ده في الصلاه السريه ينفع، او في الصلوات او في صلاه التطوع والنوافل برضو صلاتك هتكون صحيحه، بس هتبقى النصيحه اللي عايز انصحها لك. يبدو كده ان احنا على وش وسوسه، فايه اللي حاصل؟ فما تلتفتيش لده، وما تقوليش ان انا اتلخبط. اتلخبط دي كلمه واضح فيها ان فيها شيء من الوسواس، ما تلتفتيش لده. اقرأي وخلي القراءة بالسهالة كده، وما تقعديش تركزي، لان انت لو ركزتي بهذه الطريقة ممكن الوسواس يزيد شوية. يبقى احنا بلاش نتوسوس، ولو حصل منك ان انت رفعت صوتك بالتلاوة في القرآن وانت بتتلي القرآن في خارج الصلاة ثوابك يكون اكثر. طب لو عملت كده حتى ولو في الصلوات السرية زي صلاة الظهر وصلاة العصر، صلاتك هتكون صحيحة وليست باطلة، بس خلي بالك من الوسواس وما تستجبيش لده وما تلتفتيش لده، وإن شاء الله مش هتتلخبطي ولا حاجة.